البحث في الموقع. سوف نتعرف في هذا الجزء على باقي أقسام محتوى الصفحة الرئيسية. نذهب إلى مفتاح أدوات إنشاء الموقع، وهو على يمين الصفحة وأسفل رسالة الترحيب، فتظهر لنا هذه الصفحة. نقوم بالضغط على مفتاح محتوى الصفحة الرئيسية، فتظهر لنا هذه الصفحة. نختار منها مفتاح: البحث في الموقع. يمكنكم الضغط على ايقونه البحث في الموقع لتفعيلها وظهورها على الصفحه الرئيسيه حتى يمكن لمستخدمي كنانا اونلاين البحث في موقعك عن بعض المشاركات التي يرغبون في الاطلاع عليها دون البحث في الموقع باكمله ويمكنك ايضا تغيير اسم البحث في الموقع الى الاسم الذي ترونه مناسبا عند الانتهاء يمكنك الضغط على مفتاح احفظ تنسيق الصفحه الرئيسيه لتظهر بعد ذلك على الصفحه الرئيسيه بهذا الشكل